ينضم إلينا من كابو المراسل غد عبد الله نادر. إذا عبد الله، كيف يبدو الوضع في ظل سيطرة حركة طالبان على هذه الولايات وهذه المناطق؟ نعم، الاشتباكات تستمر في الشريط الشمالي للمقاطعات الشمالية بعدما سيطرت حركة طالبان على عاصمة إقليم تخار الشمالي. هذا الإقليم يجاور إقليما آخر وهو قندز الذي استولت عليه الحركة أمس، وبالتالي حركة طالبان استولت على أكثر الأقاليم الشمالية وحاصرت من جهات ثلاثة مقاطعة بلخ التاريخية والمشهورة والتي تعتبر الحصن الحصين في الشريط الشمالي. ما زالت الاشتباكات وقتال عنيف بين القوات الأفغانية ومقاتلي طالبان يستمر في عاصمة إقليم قندز، بينما استولت طالبان كذلك على عاصمة مقاطعة سريبول. هذه المقاطعة تعتبر من المقاطعات المركزية، حيث يمر عبر هذا الطريق سريع إلى المقاطعات الشمالية. مقاطعة بلخ الحصن الحصين في الشريط الشمالي، أطراف هذا الإقليم الثلاثة تخار وجوزجان وبادغيس، أما الطرف الرابع يقع فيه معبر مهم جدا، هذا المعبر حيرتان، على طرف من هذا المعبر مقاطعة بلخ وعلى الطرف الثاني مدينة ترمذ التاريخية المشهورة الأوزبكستانية. في العموم حركة طالبان تتمدد في الشمال الأفغاني وتضم مناطق جديدة لسيطرتها، فيما لم تستطع حركة طالبان أن تخترق الخطوط الأوائل للقوات الأفغانية وقوات الحشد الشعبي في مقاطعة هرات الغربية. فتعتبر مقاطعة هرات الغربية أولى المقاطعات التي تصمد أمام زحف طالبان. أما في مقاطعة نمروز وهي أيضا مقاطعة غربية، بعدما استولت طالبان على عاصمتها فهناك كذلك اشتباكات في مناطق متعددة ومتفرقة من هذه المقاطعة. في المقاطعات الجنوبية التي هاجمت طالبان عليها منذ ثلاثة أسابيع، لحد الآن لم تقدر حركة طالبان أيضا على السيطرة على عواصم هذه المقاطعات، فيما تفيد الدفاع الأفغانية بأنها نفذت أو بأن القوات الأفغانية الجوية نفذت غارات جوية في مقاطعة أو في الضواحي الشرقية لعاصمة لشقرقا، عاصمة مقاطعة هلمند، ما أسفر عن خسائر بشرية. يقول مسؤولون محليون حكوميون بأن أكثر أو غالبية هذه الخسائر المدنيون. وبالتالي الجنوب الأفغاني قندهار وهلمند لحد الآن حركة طالبان لم تستطع أو لم تقدر أن تسيطر على عواصم هاتين المقاطعتين، فيما تتمدد الحركة في الشريط الشمالي لأفغانستان. نعم، شكرا عبد الله نادر مراسل الغد، كنت معنا من كابول.